السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على شو نقول لكم، نجمش نحلف في كرة القدم بصح. اسماعيل بن ناصر اليوم، اسماعيل بن ناصر شوط أول، يعني شوط كبير بالنسبة لإسماعيل بن ناصر، شوط كبير، نقوله شوط كبير، لأن شاهدنا بلي إسماعيل بن ناصر لعاب من طين الكبار، لعاب تصنفه مع الكبار تاع خط وسط ميدان، تصنفه مع الكبار، ما تخافش كاع، ما تحشمش به. كي تقول بلي بن ناصر من أحسن اللاعبين خط وسط ميدان هذا الوقت اللي أنا نحضروا عليه، على بالك من أكبر اللاعبين، وين راه يلعب في كلاسيكو إيطاليا الكبير أمام جوفنتيس، يعني ماهيش لعبة. الأداء اللي يدور به على بالك بلي هو المحرك، هو المحرك تاع طليان، هو المحرك تاع طليان، هو المحرك تاع ميلو. على بالك ما كاش، ما تجي تقول لي بلي ما نسمع حتى لواحد، لعاب كبير، لعاب في المستوى، لعاب لا يقدم. تشوف كيفاش هرس، عامل الباس هرسها، اش عامل الهجمه هرسها، يعني تيبه في الطيبة على الدو كوتي، تيبه في الهجوم، تيبه في الدفاع، تيبه يعني يلعب قاطع طول وعرض. كي تتفرج تشوف بن ناصر زعما تقول بلي يا ودي هذا اللاعب احسن لاعب خط وسط ميدان. حنا بكريش دومي تهدر، تهدر بوسكيش، تهدر تشافي، انيستا، تهدر كي يسموه مودريتش، تهدر بصح. اليوم واش رانا نشوفو؟ بن ناصر راه يلعب كره حديثه كبيره كاع. بن ناصر واش راه يقدم في كره حديثه كبيره؟ شوفه لا يبالي، يلعب لا يبالي، هو الرسمي، هو القطعه الاساسيه، رغم ادى بطاقه صفراء. اللاعب يتطلب كيما هكا، اللاعب راه متطلب كيما هكا، بطاقه صفراء داهاش لنا كيفاش فارناك كيسيش لنا كيفاش الخطه، كيفاش لونترينير تاعو ستيفانو كيفاش يلعب. يلعب ربعه واحد واحد امام فريق كبير، امام جوفنتيس نجوم تاعو واسي محمد، تشوف كريستيانو، تشوف فيدريكو، تشوف روبيو، تشوف يعني رودريغو، تشوف دانيلو، تشوف يعني ماشي يلعب قدام فينيك لعابه كبار، لعابه من طينة الكبار، يلعب قدام، يلعب لك قدام كريستيانو وسي واحد حكاش راه يقدم ولا راه واقف الند للند. الايكيب كامله تاع جوفنتيس واقف لها الند للند، شنا كيفاش في لا ديفونس، في لاطاك، على لي كوتي، على لا دروات، على لا غوش، يعني النحله، نحله، نحله في الميدان، والله لا نحله في الميدان، ما يتعب ما والو، نحله راهي في الميدان الدور، نحله هاكا الدور، ويما خاص، ويما كاين تروس غير تسيبو غلقه، تسيبو راه غلقه، ما كاش والو، الانفاس مقاطعهم. كيسي على بالك كيسي، ها هو كيسي معاه، فارناك كيسي على بالك يلعب مريح معاه، يلعب مريح، يلعب مريح. لي زاتاكون كيما ذاك كارلوس، كيما لوكاس هذاك، وانتي وزلاطان، سورتو كيما تشوف انت، نشوفو تشوف كيفاش بن ناصر معاه فارناك كيسي لوكاس وانتي، يا ودي كي راهم يلعبوا مريحين، كي تشوفهم يلعبوا يا جماعه، يا جماعه راه عندنا فريق عالمي. حنا كي راني نشوف كيما هكا ونشوف اللعب تاعو كيما شلنا قبله، شمنا بالرحمه اللي تشوف، يعني ما تكرهش يا لبارك، ما تكرهش، تحس باللي عندك منتخب كيما شوف، راني نشوف فيه كيما جماعه تاع البارسا، تشافي، انيستا، تشوف مودريتش، تشوف راني نشوفو كيما هكا على بالك، انا نشوفو فيهم كيما هكا. بن ناصر كي يشوفو شوفو كيما هكا، راني نشوفو ميليو تيرا هو وزروك. بن ناصر راه يلعب كرة حديثة، كرة حديثة، ميليو تيرا حديث، ميليو تيرا لا يلعب فيه هو الدور اللي يدور به هو، تسيبه في لاطاك، تسيبو في لا ديفونس، تسيبو على زوج تاع لي كوتي، في لا دروات، في لا غوش، كرة حديثة. هو هذه خدمة تاع ميليو تيرا كيما نقولو حنايا، جديدة، جديدة، خدمة جديدة تاعها، تشوفها كيفاش يلعب، خدمة جديدة،
ما تملهاش الخدمة هذه، ما تملهاش. هذه خدمة لازم تكون قوة بدنية كبيرة عندك. وشلنا العمل تاع بن ناصر، يعني الخدمة اللي يخدم فيها في لي زونترينمون يخرجها في الـ في الـ في, في, في البارتية، وراه يلعب على بالك انت، ما يلعب اكبر كيما نقولوا حنايا ديربي كبير، ديربي قديم هذا، ميلون جوفنتيس، تشوف من الانتر ميلون يعني يقدم في مستويات كبار. باش لعاب يلعب لك هذا، يلعب لك هذا اللعب، ماشي زعاقة، يلعب لك يدخل يلعب بدون مركب نقص، يقدم لك مباراة بدون مركب نقص. يا خويا ما نسقطو ونتبعو وما علينا غير كيما يقول لك نصفقوا برك، غادي نولوا مع المنتخب الوطني نصفقوا صوت. انا نفرح ما نكذبش عليكم، نفرح نشوف المنتخب الوطني فريق كبير. كي تشوف عندك بن ناصر، عندك بن رحمة، عندك محرز، عندك يعني ما تخافش، ما تخافش. يقول لك احسن في المنتخب الوطني، نهضروا شويه على المنتخب الوطني، يقول لك احسن هجوم الدفاع، واحسن دفاع الهجوم. حنا راه عندنا تناسق ما بين ثلاث خطوط في المنتخب الوطني. نهضروا شويه على المنتخب الوطني، خلينا رانا الناس يتفرج في بن ناصر، نهضروا ديفونس خط وسط ميدان، وهجوم تناسق كبير. وشكون وكيما ضروا كيما نشوفوا شت بريمير ميت، شكون هذا التناسق؟ شكون راه مخيطها؟ شكون؟ بن ناصر داير التناسق ما بين الدفاع خط وسط ميدان دفاعي وخط وسط ميدان هجومي، ويلعب مع الهجوم. يا خويا انا ما امنتش، تطيبوا مع زلاطان يجريا، تطيبوا حدا زلاطان، تطيبوا بالكاري 18، قذفات تاوعو، لي باس تاوعو، الخروج بالكره من منطقه ضيقه. شلنا شحال هادي انت تخرج قدام لاعبين تاع جوفنتوس، تخرج قدامهم بكره، تخرج تجيب، تخرج بالبوله من مناطق ضيقه، وين الحصار وشناه كيفاش يخرج. وباش تقول لي باللي المراقبه، اللي ما كاش مراقبه، الخدمه اللي يخدمها ما تنجمش تراقبه، ما تنجمش تخسر جوار معاه، ما تنجمش دير له جوار، خاطر العامل اللي يخدم فيه ما تنجمش دير له نتايا، ما تنجمش. على ذلك كنا باللي يا ودي ميلو اداره تاع ميلو، قلت لكم نهار الاول مي كان يقول لك باللي غادي يروح 35 ام عاطينه من، قلت لكم يا ودي اداره ما همش اغبياء، او نتوما اللي جابوه هنا يعرفوا كره قدم. يا ودي يلعب في ميلو، هيلعب في ميلو اداره هذيك تاع شافاتو عليها نجوم ولا يوم ماشي غير هكا يخلعوهم مالغري 30 مليون داين 15 مليون فايده فيه، بصح ما يتخلعهمش 15. يقول لك حنايا هذا اللاعب غادي يزيد، غادي يولي احسن ميليو تيرا في ايطاليا في الموند. يا سي محمد احسن ميليو تيرا راه عندهم في الموند، راه يلعب عندهم، يلعب في ايطاليا، ما همش اغبياء يطلقوه يروح هكا. انتك مهبول يطلقوه يروح هكا يا ودي، والله العظيم لا داو فيه الشكار. انا قلت لكم نعاود، صندوق تاع الدراهم طاح عليهم، ربي جاب لهم صندوق تاع الدراهم باش يخرجوا روحهم من الازمه. فايده ماشي فايده، التريب تاع الفايده، ما تعيا تحسب في الفايده شحال داو، ما تقضبهاش والله، ما تقضبها كاع، ما تنجمش تقضب الفايده تاعها. هذا كاين اللي بزاف كان يقول لك بيطلقوه، يا ودي ما يطلقوش غير محبون. انتوا راكم هابيل ولا لاعب كيما هذا، لاعب كيما هذا لونترينر ستيفان، وزيد لونترينر ذاك الالماني لا جاي قال لهم انا خلوه لي بيديروا بروجي، لا سورتو الا داروا بروجي. اه ودي والله كاش دراهم كبار طاحت عليهم 100 مليون ولا 80 مليون 90 مليون. انا غادي يفوت، انا تبان لي بلي غادي يروح فوق 90 مليون، فوق 80 مليون، يروح كيما هكا. خاطش باش يشروه باش يبيعوه ب 45 ما غاديش يبيعوه ب 45، ما يبيعوش ب 45. اللاعب اللي راه يقدم شلنا ميتو راه يقدم فيها بن ناصر، ما يروحش بديك السوق، ما يخلوش يروح بديك السوق، ما يطلقوش بديك السوق. انا تبان لي بلي ما يطلقوش بديك السوق. حنايا شوف في الاخر شنو نقولوا، حنا نتمناو ربي اللي بدا نقولوها، ان شاء الله ربي يبعد عليه العين ويبعد عليه الإصابات، يبعد عليه الإصابات. وبن ناصر كما يقول لك نحلة في الميدان، دبابة في وسط الميدان، دبابة في وسط الميدان، مكاش اللعب، مكاش تسامح، مكاش تسامح معه، مكاش كاع تسامح، مكاش معه، ما يتسامحش. إنك كيفاش التسامح تاعو مكاش،
قبلك بطريقة قوية، طريقة كبيرة، دائما وين يبحث عن الحلول ويعطي الحلول في وسط الميدان، يعطي حلول للمدافعين، يعطي حلول، مساعد كاع الناس في الميدان، مساعد ليكيب تاعو، مساعد كاع اللعابة. هذه هي في الاخر شنو نقول لكم، بارطاجونا الفيديو، اعطونا لي كومونتير، اعطونا لي جيم، وتحية الجزائر، وتحية كل جزائري ناجح هنا في الجزائر وخارج الجزائر. صحيتو.